الخمسة اللي سمعتها وقلنا إيه. ليش خلنا نقول موقف حزين ايه اللي هو طارت عماركم ايوه لك ماضي حزين ماضي حزين تحاول نعم. انك تخفيه على الناس جوابك نعم صحيح نعم بس ما هو بحاول اخفيه قد ما هو بحاول ما حاول يعني اتذكره فهمت نقدر يعني نعرف ما في مشكله كان لي صديقين اثنين من اقرب الاصدقاء الى قلبي وترعرعنا سويا في مدينه ابها وتوفوا اثنين في غضون شهر ونص يعني واحد في بدايه الشهر وواحد في الشهر الثاني نص الشهر الثاني رحمه الله عليهم ورحمه الله اي والله حتى سويت فيها قصيده قلت يا عين خلي لي من دموعك شوي ابكي بها يا عين لا صرت شايب احن جفن العين من قسو كفي وحن خدي من دموع لهايب مرحوم يا زول سكن وسط صدري واليوم وسط اللحد فوقها نصايب يا رب يا رحمن وارفع لك يدي ارحم كثير تحت رجواك تايب اضحك مع العالم وفي خاطري شيء ودي انشدوني قلت انا الحال طيب الله صح لسانك وسأل الله العظيم رب العرش العظيم اللهم امين ان يرحمهم ويغفر لهم ويتجاوز اللهم امين الله يسعد الوجه يا